ادخل. شفت يا دولي؟ أنكل إبراهيم قاعد على نار. أكيد بيستنى أنكل إسماعيل. أيوه، بس ده الجو تحت الكهرباء على الآخر. ألفت، ما تعرفيش دادي خرج راح فين بعد الغدا؟ لا معرفش، بس كل اللي أعرفه إن هو غاب ساعتين ورجع. بس أنا عارفة، أكيد راح لشوقي. راح لشوقي؟ يعمل إيه عنده؟ عشان يهدده طبعا. طب وايه السبب اللي خليه يهدده؟ السبب هو انا. فين ابراهيم؟ على هذا ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ الولد اللي اسمه شوقي بيلعب بديله. من فضلك ما تتدخليش في الشغل يا ماجدة. حاضر حاضر يا اسماعيل. ها احكي لي بالظبط في ايه. انت رايحه فين يا دولي؟ حد لاقعد معاه. اه بس كده غلط. غلط ليه؟ انا هفهم انكل اسماعيل الموضوع بطريقتي بدل ما دادي يفهمه وياخد موقف من شوقي. اصبري الصبح هنعرف كل حاجه. مش قادره مش قادره خالص يا ألفت. عشان خاطر يا دولي. يوه انا زهقت. انا شخصيا ليا راي في موضوع شوقي ده. وبعدين يا ماده قلت لك ما تتكلميش. خلاص يا اسماعيل حاضر هسيبكم اتكلموا براحتكم. ها وليه ابراهيم شوقي ناوي يستغل دول ضدي؟ نفس الحكايه القديمه اللي عملها جوزها الاولاني. وانا سابق قبل كده ولفت نظرك الموضوع ده في البدايه. قصدك ميل دماغها عشان يستغلها؟ ايوه بس انا ما لاحظتش كده. يمكن تكون دول اللي شجعته بدون قصد. مستحيل يفكر فيها تفكير سيء. انا عارفه كويس. دول اللي دايما تدافع عنه تفسر ده بايه؟ يمكن مجرد اعجاب مش اكتر. واتطور يبقى من ناحيه واحده يعني مش غلطته. شوقي لا يجرؤ انه يفكر في دول. هو عارف كويس هو ايه واحنا ايه. عشان كده دول لازم ما تقعدش في مصر. انت اللي مش عايز تقعد في مصر. والصفقه اللي انت عملتها دي بقى انت عايز تخربها. ودي كانت نيتك من الاول لانك ما لقيتش اللي انت عايزه هنا. ده غير خوفك على ان كل الناس تعرف ان دول مريضه مع انها مش مريضه. عموما دي حياتك وانت حر فيها. عايز تقعد تقعد، عايز ترجع يرجع. المهم دلوقتي ايه اللي عمله فيك شوقي؟ شوقي مش جاهز. دي لعبه علشان يفلت من شرط العطل والضرر. عطل والضرر؟ طيب ثانيه واحده. شوف يا سيدي. ايه ده؟ استيراد أغذية مجمدة من أماكن مشبوهة صحياً. الكلام ده مش حقيقي. ما الفراخ بتاعتي سليمة 100% وعندي شهادة صحية بكده. أيوة خلاص خايف من إيه؟ دي لعبة شوقي علشان يأخر تفريغ حمولة المراكب. أشك في كده. مفيش حاجة هتنقذه من الشرط ده غير التأخير. طيب ممكن تيجي معايا؟ على فين؟ ما تناقشنيش دلوقتي بعدين هتعرف. اتفضل. اهلان اهلان يا شوقي. بيت بيه. اهلا وسهلا. انا اسف احنا جايين في وقت غير مناسب. لا ما تقولش كده في بيت بيتك. اهلا ابراهيم بيه. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا يا دي النور. اتفضل اتفضل يا ابراهيم بيه. تشربوا ايه؟ لا شكرا. فين الجرنان يا ابراهيم؟ سبته في البيت. انا عارف ايه اللي في الجرنان. وعرفت ازاي؟ قبل اي كلام اسماعيل بيه احب اقول لك ان انا استحالة اعمل اي حاجة تضر ابراهيم بيه. مع ان انا بقى واثق ومتأكد ان هو ممكن يعمل اي حاجة تضرني ومش هيعمل لك خاطر. وانا ما عنديش مانع. الناس طبايع. اسر الكلام. انت عرفت الحكاية اللي في الجرايد دي من الظهر. في الحقيقة بعد العصر. وعرفتها ازاي؟ من واحد صاحبي بيشتغل في الدعاية والإعلان.
ضرب لي تليفون من مصر وقال لي. هو منين يعرف علاقتك بحكاية الأغذية المجمدة؟ حكاية التلاجات ده انت مخبيها عن الكل يا شوقي. إلا هو. اشمعنى هو؟ لأنه هو صاحب الأرض اللي أنا اشتريتها، ولما جيت أطلع ترخيص البنا كان موجود. ايه رأيك يا إبراهيم؟ ده برضو ما ينفيش التهمة عن شوقي. صح صح إبراهيم بيه، بس الكلام ده بالنسبة لك أنت، لكن الناس بقى اللي واثقة ببعضيها ما تقولش كده. أنت شاكك في تصرفاتي من الأول، عشان كده جيت للمكتب واتهمتني إن أنا بلعب على دولي عشان ألف عليك، مع إن الكلام ده بقى مش طبعي، وخدتها في جنبي وسكت. بس مش عشانك، عشان إسماعيل بيه. الراجل ده صاحب أفضل عليا، أول واحد اهتم بيا وفهمني الشغل ماشي إزاي، وعمري ما خبيت عنه حاجة، وهو عارفني كويس. أنا عمري ما جريت ورا المكسب السريع، أنا عايز أبني نفسي مركز في السوق، مش تاجر طياري بنقل من هنا لهنا وأداري سمعتي تحت اليوفط، مرة سجاد ومرة عربيات ومرة ومرة. مش أنا إبراهيم بيه. أمال مين اللي ورا الحملة اللي في الجرايد دي؟ الحملة دي لسه هتزيد، دي تبقى كارثة. عشان كده أنا عرضت على إبراهيم بيه أشيل الصفقة كلها وفوقيها الربح اللي هو كان مستنيه، وأنا أتحمل مسؤوليتها. وليه تورط نفسك؟ أنا أقدر أسلك وسط العالم دي، لكن هو ما يقدرش. أنت معاك فلوس؟ أنا اشتريت الخشب وبعته مبارح واستلمت شيك بتلاتة مليون جنيه، بس مش هو ده الموضوع. إبراهيم بيه رفض العرض اللي أنا قدمته له. الله، وليه تغامر بفلوسك؟ هي مش مغامرة ولا حاجة، أكيد الفراخ اللي إبراهيم بيه مستوردها مش مضروبة، وإلا هيوديك في داهية، لأن كل الصفقة مستوردها باسم المكتب بتاعك. صح ولا غلط؟ صح يا شوقي. أمال مين اللي ورا الحملة دي؟ في تجار دخلوا فراخ مضروبة، عشان كده الحكومة بتحمي مصالح الناس. أيوة بس أنا فراخي مش مضروبة. حليني بقى لغاية ما تثبت الكلام ده. المراكب بقى تقعد لها 10-15 يوم في عرض البحر لغاية ما وزارة الصحة تفرج عنها. شوف بقى يومية المركب تتكلف كام، يعني في الآخر مش هتطلع بحاجة، ويمكن تطلع خسران كمان. شوقي بعد كل ده بيحاول ينقذك. ليه؟ لأنه شاف الصداقة عنده لها مكانة كبيرة. أنا موافق على العرض بتاعك يا شوقي. كان من عين إبراهيم بيه، بس الحقيقة بعد ما حضرتك رفضت العرض اللي أنا قدمته لك، اتفقت على صفقة خشب مضمونة ومكسبها 100%. أنا آسف إسماعيل بيه، أعذرني. استيراد أغذية مجمدة من أماكن مشبوهة صحيا؟ ده كده أونكل إبراهيم يبقى واقع في مصيبة. أنت بتقولي إيه يا ألفت؟ ده دي طول عمره ذكي وشاطر، إزاي يقع كده؟ الخبر اللي في الجورنان ده هيبوظ الدنيا. ده دي ما بيحبش الخسارة يا ألفت. بس هو هيخسر 5 مليون دولار. أنا متأكدة إن الموضوع ده ممكن يأثر عليه. تفتكري يا دولي ممكن يكون شوقي ليه يد في الخبر ده؟ أنت بتقولي إيه يا ألفت؟ شوقي عمره ما كان ندل. ده بيلعب بيا يا إسماعيل. تستاهل يا إبراهيم، شوقي كان كويس معاك، أنت اللي زنقته جامد. قول لي أنا أعمل إيه دلوقتي؟ المركب وقفها في المية أيام، هيكلف ألوف. أنت طيرت كل حاجة من إيدك. هو عايز يركعني تحت رجليه. يلا 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 اركب. لما الحجر يسمع انا هسمع. المراكب دي مش هتخش المينا، يعني مش هتخش المينا. يا عم روق واسمعني. كلام كتير هسيبك وامشي. انا معايا شهاده منبع مختومه في فرنسا. لما تكون مختومه من الامم المتحده. المراكب دي مش هتخش المينا، يعني مش هتخش المينا. انت عارف البضاعه دي تكلف كام على المستورد؟ وانا مالي، انا عندي عيال عايز اربيهم، وانت عايز توديني في داهيه. طب والحل ايه؟ يرميهم في عرض البحر للسمك. سلام يا حمامه. يا دي المصيبه اللي حطت عليك يا ابراهيم بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. قابل وزير الصحة ومدير الجمارك. ما تتعبش نفسك يا إبراهيم، اقعد بس واهدى. اقعد بس واسمعني.
الفراخ مش هتخش البلد الا بشهاده صحيه انها سليمه. يكشفوا عليها؟ لغايه ما يجي عليها الدور. المينا مسحوم. يعني ايه مسحومه؟ يعني مفيش مينا شغال غيره. وبورسعيد زي ما انت عارف قافله لغايه ما يطهروا القناه. دي مصيده. انت اللي عملت في نفسك كده يا ابراهيم. كان لازم تقبل العرض بتاع شوقي يوم ما رحت له عشان تتنازل له عن الصفقه. انت رحت له يا دادي؟ ايوه راح. ليه؟ مش وقته يا دولي. لا وقته يا انكل. من امتى بقى راح له؟ من يومين. طبعا قبل الفراخ ما توصل. ايوه ايوه. عملت معاه ايه؟ اكيد طبعا هددته وعرض عليك طبعا ان يشتري الفراخ وهو عارف انها مش هتدخل المينا ابدا. الله. ايه انت عايزه تعمل له منه بطل باي ثمن؟ مفيش حاجة تقول لي يا ابراهيم مش كده؟ يو انت كمان اهو. الفراخ مش داخلة المينا. انا عايز اعرف مين العبقري اللي عمل الحملة بتاعت الجرايد دي. الحملة دي بسبب يا سيدي التاجر ما عندوش ضمير، خد الكل في رجليه. المهم هنعمله ايه في الموضوع ده؟ هنعمل ايه؟ ما نقدرش نتدخل. خلاص نطلع عرض البحر نشوها وناكلوها. انت لسه هتشوي في البحر؟ وصلوا يا راجل. مسيو شاوي، اسماعيل بيه هنا. خليه يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ازيك يا ابراهيم بيه؟ اهلا وسهلا. اهلا اسماعيل بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. نورتونا. الحل ايه دلوقتي في صفقه الفراخ؟ قيس الحمام اهو لسه راجع من المينا. انسوا الموضوع دوت. المين هناك مقلوبة، مستوردين اللحمة بيلطموا هناك. خلاص الحلو راح مع الوحش. على اذنكم. انا عارف ومش عايز شهود، انا بسأل الحل ايه. ما اقدرش اقول لك الشحنة ترجع. انا واثق انك هتقدر تتصرف. لو معايا فلوس كنت اشتريتها منك ابراهيم بيه. وهتعمل بيها ايه اذا ما كنتش عارف تدخل؟ لا بقى، كل تاجر ولي سكته. قصدك لفه؟ لا ابراهيم بيه، بس في الوقت العصيب ده لازم يحصل تنازل. كويس. ازاي؟ ابراهيم بيه لازم يتنازل عن نص السعر المعروض. ايه يعني؟ ايه يعني اخسر 2.5 مليون دولار؟ مش احسن ما تخسر الخمسه بحالهم؟ ابيعها في بلد تانيه. هو التفكير كويس برضه، بس يعني هي فين البلد دي؟ لو كانت بلد قريبة أشجعك، لكن بقى لو كانت بلد بعيدة تبقى الخسارة هي هي. ولا إيه؟ ده غير بقى السمعة اللي هتسبق الفراخ. والله له حق يا إبراهيم. قول لي يا شوقي، إيه اللي ممكن نعمله؟ هي المشكلة في الانتظار. صح، على الأقل 15 يوم. أنا بقى بفكر في التالي. نتبرع بربع الشحنة للمدارس والجامعات والملاجئ والجمعيات الخيرية. خصوصا ان انتوا بتقولوا ان الفراخ سليمة. ده هيقدم ايه ولا يأخر ايه؟ ده قرار المحافظ لان في مصلحة عامة. دي فكرة حلوة قوي. هي من ناحية حلوة حلوة قوي، دي بصراحة فكرة يدفع عليها فلوس. لا يا جن، احنا بنخدم مش بنسترزق. كمل يا شوقي. المحافظ يطلع جواب لمدير الجمارك يستعجل فيه الكشف عن الشحنة، يعني في خلال يوم أو يومين تطلع الفراخ. ده كويس أوي. ها إيه رأيك يا إبراهيم بيه؟ وإذا طلعت الفراخ بعد يومين فين التلاجات الجاهزة اللي هنشاون فيها؟ لا دي مشكلتي أنا بقى. اسمع يا شوقي، أنت فعلا إنسان ذكي وشاطر، وعلشان كده أنا هبيع لك صفقة الفراخ كلها. أيوه بس أنا معيش فلوس. بالأجل، بيع وديني واخصم الربع للتبرع، وأنا مش خسران حاجة ما دام رايحة في أوجه الخير. موافق؟ موافق. بشرط التبرع يكون باسمي. لفتة جميلة منك لبلدك. ايوه يا ستي.
كل ده عشانك. اتبرع بمليون ونص دولار وساب الصفقة بحالها يا شوقي. ربنا وماله عشان يكسب دولي. عمك حاس ان بنته خلاص هتطلع من طوعه. بس ايه دولي هتطير من الفرحه وباباكي كمان هيطير من الفرحه. بس على فكره انكل ابراهيم ده بقى دولي عزاكي جدا هيعرف يكسب دولي. تعرفي الوحيد بقى اللي كسب من ورا الموضوع ده هو شوقي. مبروك يا باشا، فلتنا من ايده وخبطنا البيعه منه. لحق نفسه، كان هيقع وقعه جامده قوي. يقع مين يا عم؟ جهزنا كلنا، رممنا البيعه في وشنا كانها بتلات تعريف. لعب لعبه ما لعبهاش الا حريف. المهم عملت ايه مع المحافظ؟ كلمت مدير مكتبه النهارده وقال لي بعت لي جواب بالموضوع ده. وبعته؟ هبعته بس باسمه هو مش باسمنا. وانت كنت عارف ان ده هيحصل؟ طبعا عمار، هو يرمي فلوسه كده في البحر. واللي زاد بقى ان دولي وقفت له واخوه اسماعيل وجهه، لقى الكل محاصره، فرقع القنبله الكبيره وفركش كل حاجه ودبسني انا بقى في 3.5 مليون دولار. مش فاهم. الفراخ دي لو طلعت النهارده هسرح بيها في الشوارع، ما اقدرش احطها في الثلاجات. وانا اللي كنت فاكرها صفقه العمر. لانك غشيم، ده قلب الترابيزه عليا وقال لي كل لغايه ما تشبع. اروح انا بقى فين بالفراخ دي واجيب منين 3.5 مليون دولار؟ كارثه ومصيبه. انت كده يبقى تخرب بيتنا. ده خازوق مغري وطلع بقى هو كسبان كل حاجه، تبرع باسمه، يعني حفلات شكر وهيزور الجامعه ولف على الملاجئ والصحافه تصوره، وانا بقى اكاكي مع الفراخ. لو انت هتكاكي يبقى انا حويض. بس ولا يهمك، انا هتصرف. هتصرف ازاي؟ دادي انا ما شفتكش بتضحك الضحكه دي. لاني سعيد ان انا وانتي متفاهمين. الحمد لله، همه من زاح. المهم ان دادي يقعد معانا. بس اطمن عليكي الاول. لا اطمن عليها خالص، هي هنا في وسط اهلها. يا ام في الدنيا دي كانها اختي بالظبط. تعالي يا حبيبتي، تعالي حضر الشاي. شفت عايز اكتر من كده ايه بقى يا ابراهيم؟ ارجع بلدك بقى. انا مش رافض الرجوع، لكن بس في مشاكل لسه. يا سيدي الحكومه ناويه تصدر قوانين جديده وتسهل الاستثمار. بس لازم اطمن الاول. يا سيدي اطمن، امال احنا شغالين ازاي؟ باسلوب شوقي، مشاكل وتقعدوا تحلوا فيها وخلاص. دادي صحيح شوقي هيعمل ايه بعد شحنه الفراخ ما تخرج من المينا؟ والله يا دولي انا انقذت شوقي من موقف وحش قوي علشان خاطركم. سبت له كل حاجه لانه صديق اخويا اسماعيل. ايوه يا دادي انا معاك، بس هو هيعمل ايه برضه؟ هو اللي طلب يشتري. ايوه بس كان بيحاول ينقذ الموقف يا ابراهيم. شوقي مش هيخسر، شوقي تاجر شاطر ما تقلقوش عليه. ايوه يا دادي بس احنا لازم نساعده. مفيش حاجه قدامنا نقدر نقدمها له. طب هيحتفظ بالفراخ دي كلها فين بعد ما تخرج من المينا؟ اهي دي بقى فاتت عليا، انشغلت طلب ابراهيم ونسيت شوقي. هو عامل حسابه قوي للموقف ده. قصدك ايه يا دادي؟ قصدك ان شوقي كان بيخطط لكده؟ طبعا. طب ليه عرض عليك فكره التبرع؟ هو كان هيشهر نفسه، كان فاكر ان انا هرفض فكره التبرع وابيع له بالثمن اللي هو يحدده لاني واقع بين ايديه. ايوه بس هو حقيقي يعني تاجر شاطر جدا، بس اتورط جامد قوي بسببنا. شوقي لازم يتعلم. Thank you.
فين كده؟ ابدا يا نظام ما فيش اي حاجه. دولي بتتاثر بسرعه. اصلها انسانه رقيقه قوي واحنا هنا خالص. وبتتعلق بالناس كمان بسرعه. دادي انا عايزه اعرف انت ليه بتتعمد تضايق شوقي؟ انا بقى اللي نفسي اعرف انت ليه دايما مهتمه بالاسم شوقي ده؟ لان شوقي ما عملش حاجه يا طنط. شوقي ما قدمش غير كل خير لدادي من ساعه ما وصلنا. لكن دادي شاكك فيه على طول وبيعامل بطريقه وحشه. انا مش فاهمه ليه. هم التجار كده يا حبيبتي. لا يا امكن انت ما بتعملش مع شوقي كده. ايوه عشان انا وشوقي اصدقاء. اسماعيل من فضلك ما تقولش اصدقاء. شوف هو ايه وانت ايه. غريبه قوي يا طنط. الكل بيبص لشوقي من فوق ومع ذلك بيتعاملوا معاه. يا حبيبتي في فرق كبير قوي بين التعاملات والعلاقات. بس انا بقى مش فاهماكم. هتاخدي وقت لحد ما تفهمينا يا حبيبتي. انت يعني جايه من بلد غريبه وفيها ناس يعني مختلفين عننا والتقاليد كمان مختلفه عن هنا كتير. يعني ايه يا طنط؟ انا شايفه ان الناس هم الناس في اي مكان وفي اي زمان. الله يجن. السيد المحافظ هو الأمر بكده وده طبعا للمصلحة العامة. مع السلامة. السلام عليكم. أهلا أستاذ شوقي. أهلا أستاذ. عايز أقابل السيد المحافظ بسرعة لو سمحت. طب اتفضل استريح الأول. اتفضل استريح. اتفضل استريح. اتفضل. على فكرة يا أستاذ شوقي هو المحافظ سعيد جدا بحملة التبرعات للجامعات والمعاهد والمالية جدا وهو عايز يقابل إبراهيم بيه رمزي في أقرب وقت. المهم دلوقتي خطوات الافراج عن شحنه الفراخ تم فيها ايه؟ النهارده في لجنه معينه من وزاره الصحه واعتقد التقرير هتبقى جاهزه قبل الظهر. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الشحنه هتكون جاهزه بكره. عظيم. انا معايا مشروع عايز اقدمه لسياده المحافظ لرفع المعاناه عن جماهير الشحنه. يا ريت لان امبارح كان في مناقشات حوالين الموضوع ده. طب ممكن اقابل سيادته دلوقتي حالا عشان اذا وافق على المشروع الحق اعمل ترتيبات الليله والمشروع هو قدامك. طب استاذنك. اتفضل. بصراحة أنا مش فاهم حاجة خالص. هفهمك كل حاجة بعد ما أخرج من عند المحافظ. إيه ده بقى؟ أستاذ شوقي اتفضل. هو قال لي هفهمك على كل حاجة بعد ما يخرج من عند المحافظ. تفتكر هفهم؟ حمامه حمامه حمامه. خير؟ طمني. انتوا عملتوا ايه؟ قلبتوا الدنيا. مدير الجمارك بنفسه عمل لجنه للكشف على الشحن. عملتوا تقارير اهي. التقارير طلعت سليمه وتقدر تفرغ بكره. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. ام عمرو غريبه يا حمامه. بدل ما تفرح وتفرغ شربات بتقول يا دي المصيبه. يعني اقدر استلم البضاعه بكره وتجيب اللواري معاك تحمل. سلام. وبعدين في الكارثه اللي انا فيها ديت امر لله. تفهمني ايه اللي حصل؟ بعدين بعدين. يلا افتح بس. انا هفتح اهو. صراحه بقى انا زهقت من حكايه السواقه دي. يلا ما تضيعش وقت. بقول لك انا بصراحه بقى يعني قرفت من السواقه دي. زي ما قلت لك اشتري لك عربيه انت بقيت مليونير. ما بعرفش اسوق. كل اللي قدرت تعمله ده ومش قادر تسوق. ما فينيش دماغ بقى للسواقه. يلا بسرعه. قول لي. اقول لك ايه؟ فهمني ايه اللي حصل. سيبنا افكر يا جن. بقول لك ايه؟ قول لي الاول بعدين فكر على بالك. بس انا بصراحه شفتك داخل عند المحافظ وانت متضايق ومكشر خارج من عنده وانت مبسوط. متضايق دي انا عارفها من كتر الهم اللي انت شايله فوق دماغك. انما مبسوط ليه؟ ده اللي انا عايز افهمه بقى. ودلوقتي بعدين بعدين يا جن. ما تسرع يا اخي شويه. الله. ها
عايز افهم بقى، هو سيبني شغلي ليه؟ لما يجي هو يفهمك بنفسه. طب النجارين دول كلهم عايزهم يعمل بيهم ايه؟ هيفتح ورشه نجاره؟ انا مش اعرف، من فضلك سيبني، انا ورايا شغل كتير. فهمني انت يا استاذ محسن. انا لازم اخلص التكاليف اللي في ايدي دي. تكاليف ايه؟ شوف يا سيدي، 200 كشك، كل كشك ياخد 20 متر مربع خشب، سعر المتر 7 جنيه. اكشاك ايه بس؟ هو هيبيع سجاير ولا هيوزع جرايد؟ ما تفهموني يا عالم. ما تبدا اجمع الكل وتعالي لعمتك. مسيو شاوي عاوزنا كلنا في مكتبه. اسمعوني كويس، حمولة المركب الأولانية هتتفرغ بكرة، وحمولة المركب التانية هتتفرغ بعد بكرة. هم أفرغوا عند الفراخ؟ بالظبط، المركب الأولانية حمولتها 25,000 طن، ربعهم يبقى 6,500 طن. تتصلوا بالجمعيات الخيرية والجامعة والملاجئ عشان يبعتوا اللواري بتاعتهم يشيلوا من جوه المينا. والباقي؟ الباقي يبقى حوالي 18,500 طن. يا شوقي احنا كنا اتفقنا ان الفراخ ما تدخلش التلاجات دلوقتي. جميل جميل قوي، بس اصبر شويه. النجارين فين؟ في ورشه. محسن، الخشب تكلفته قد ايه يا فندم؟ هو حضرتك ناوي فعلا تعمل كشك؟ ايوه هنشتغل فيها الليله. انت عندك كام نجار؟ الاول بس نسال محسن تكلفه الكشك الواحد كام. مصنعيته 20 جنيه غير ثمن الخشب. كويس قوي، الخشب يروح للنجارين النهارده، وبكره الفجر تتلم الاكشاك دي من عند النجارين بس متفككه، وتتركب على 200 ناصيه في 20 حي، وكل كشك نزله 3 طن كل 6 ساعات. مفهوم يا سمير؟ مفهوم يا فندم كل اللي حضرتك قلته، بس انا عايز افهم كل ده ليه. هنبيع الفراخ للجمهور، الفرخه ب 60 قرش. يا بلاش، عايزكم تعملوا 200 يافطه مكتوب عليها بالبنط العريض شوقي عمران يرفع المعاناه عن جمهور اسكندريه، والفرخه ب 60 قرش، وتعلق يافطه على كل كشك والميكروفون. ايوه فرصه عظيمه، فرصة عظيمة يا أهل اسكندرية، فرصة عظيمة، كاسيون كبير، الفرخة ب 60 ساعة يا معلمي، الفرخة ب 60 ساعة، فرصة عظيمة يا معلمي، الأستاذ شوقي عامل كاسيون، يلا عروسة، يلا يا فندي، الفرخة ب 60 ساعة، يلا يا باشا، الفرخة ب 60 ساعة، ب 60 ساعة يا معلمي، يلا يا باشا. أنت بقى ماتيلدا بتعرفي لغات، عايزك تلفي على كل مطاعم الأندية، الجريجي والفرنساوي والإيطالي والأهلي وسموحة، كل مطاعم البلد، تتفق معاهم أقل كمية 4 طن، وتاخدي الأوردر النهاردة وبكرة من الفجر التوزيع. فاهمة ماتيلدا؟ فاهمة مسيو شوقي. الفرخة ب 60 قرش، ب 60 قرش الفرخة، يلا يا فندي تعالى تعالى، شوقي عمران يرفع المعاناة على أهل اسكندرية. انت بقى جميل هتاخد بعضك وتنزل على مصر، تلف على كل الاوتيلات وتجار الجملة، تتفق معاهم وتديني الاوردر على التليفون. اللعب كله كاش، مفيش شيكات، واقل طلبية طن. حلو، يعني انا دلوقتي بس هروح الاوتيلات كده مني لنفسي كده واقول لهم فراخ، الفراخ الطازة. لا يا سيدي، شوف الكارت ده باسم حسن الهيطة صاحب شركة سياحية في مصر، ده بقى اللي هتصلك بالأوتيلات، والكارت ده باسم عبد العزيز بيه أبو الروس صاحب شركة التوزيع العالمية، ده بتاع المطاعم الكبيرة. الكارت ده بقى بتاع مدير شركة الأسواق الداخلية، ده بتاع الجمعيات التعاونية، هياخدوا منك على قد ما تديهم. أما بقى لو اتزنقت على الآخر
فالراجل ده هو اللي هيحل لك كل مشاكلك. ليه لا مؤاخذة؟ سالك بيوصل قوي؟ برضه تليفونه مشغول يا ألف. معقول؟ ساعتين تليفونه مشغول؟ أنا هتجنن، نفسي أعرف بيكلم مين المدة دي كلها؟ يا بنتي ده لو بيكلم اسكندرية كلها كان زمان خلص. ممكن يكون يا ألفة تليفونه عطلان؟ يمكن. بقولك ايه؟ تيجي نخرج نتمشى في وسط البلد شوية؟ ايه ده؟ انت عايزة تروحي له؟ بصراحة بقى أنا عايزة أطمن عليه وكمان خايفة عليه قوي. طب وهنقول لمامي ايه دول؟ أوه أنا زهقت بقى من الطريقة دي، وبعدين أنا عايزة أخرج. هنهار يا ألفت وهخرج، يعني هخرج. خلاص طالما إن أنتي مصممة يلا نلبس عشان نخرج. أيوة يا جن، إيه الأخبار؟ إيه؟ 15,000 طن؟ طب حلو جدا، ده كده تقريبا المركب التانية اتباعت. يتفضل حوالي 10,000 طن. لا حلو قوي كده، ماشي. بقولك إيه؟ هحولك على محسن، اديله العناوين. ماشي حبيبي، سلام. يا محسن، بقولك ايه، خد العناوين من سعيد وابعت لواري بكره الصبح على المينا. مع السلامه. ايه ماتن، ايه الاخبار؟ كل النوادي اهدت مني، لكن المطاعم مش قدرت عليها كلها. يعني كله في قلب بعضيه كام؟ 15,000 طن. كويس قوي، حلو قوي. الباقي بقى نتصرفه ان شاء الله كده في الاكشاك. بقولك ايه، انت من بكره تقعد على التليفونات، انا خلاص وداني مش حاسس بيها. مسيو شاوي، انت اتغديت ولا فطرت حتى؟ معقول الساعه دلوقتي 9 بالليل وده مش كويس علشان صحتك؟ شوقي انت فين؟ تليفون مشغول على طول. دولي انت وحش. معلش والله غصب عني. شوقي عايز اشوفك. مسيو شوقي مش اكل من الصبح ولازم ياكل. شوقي تاكل فته؟ بقولك ايه، سيبك بقى من الليسته دي، قول للشيف بتاعكم شوقي عمران عايز شويه بقى كباب على كفته كده، ويعمل لنا فته بالشط ويزود الشطه. ها طب يا حبيبي السلام. سيبك بقى من الفته ومن الكلام ده كله، خلينا في الاهم. عملت ايه في شحنه الفراخ؟ عملت اللي اقدر عليه، والباقي على ربنا بقى، مش عارف النتيجة هتكون شكلها ايه. ان شاء الله خير، المهم الازمة دي تفوت على خير. يا ستي، حياة من غير ازمات ما بقالهاش طعم، تبقى مسخة. صح، انت صح يا شوقي. على فكرة انا كنت فاهمك غلط خالص. انا بقى فهمتك من اول ما شفتك. عشان كده اتخانقتي معايا. تعرفي ألفت شوقي اول واحد خلاني اتخانق عربي كويس قوي. اتخانق عربي؟ انا اسف يا جماعه، انا قصدي يعني اتكلم عربي كويس قوي. لا ولسه بقى خليك تضربي عروسيات. لا لا مش قوي كده، لا كده ما اقدرش. لا خليكي لبس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا صمت ازيك؟ ايه اللي جابك؟ ازيك يا سمسم، مين قالك بقى ان احنا هنا؟ ماتيلدا هي اللي قالت لي. طب تعالى اقعد كل معانا فتح. متشكر قوي، انا شبعان. استاذ شوقي انا كنت عايزك في الموضوع. لا 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 بقول لك ايه، شفتش دولي فوق الخمس ايام؟ على العموم لو جايب خبر وحش بلاش تقول. لا وحش ولا حلو، انا مش منقول من هنا. انا محتاج فلوس عشان امشي الشغل. اذا كان على كده انا موافق يا سيدي. امسك. ماشي عن اذنكم. طب مش هتاكل معانا؟ معلش مش هقدر. سلام يا سمسم. يا حرام، كان نفسهم يقعدوا مع بعض. هما مين دول؟ ايه بقى دول؟ يا جماعه انا مش فاهم حاجه. انت لا فاهم حاجه ولا سامع ولا شايف، مش شايف غير الشغل، شغل وبس يا شوقي. هو الانسان يبقى له معنى من غير شغل؟ يعني انت مش شايف نفسك في اي حاجه تانية؟ قصدك يعني الحب والجواز؟ يعني شوف يا ستي، انا نفسي اتجوز ويبقى عندي ست صبيان. سته؟ وست بنات كمان. ايه ده يا شوقي، دول هيبقوا دستة. بقولك ايه يا ألفت، قومي بينا احسن، الراجل ده فاكر مثلا ان الست دي مصنع او ارانب. يا جماعه فهموني، اصل انا بصراحه كده ما عنديش اهل، يعني نفسي اخلف كتير عشان مراتي وعيالي يبقوا اهلي.
خلاص صلح اهلك وارجع لهم. مالك يا ستي؟ بتفكر فيك. مش مصدق يا سعاد ان ارض الحاج عمران رجعت لاصحابها. الحمد لله الحمد لله يا ستي. كان نفسي قوي ابويا يحضر اليوم ده معانا. ومين قالك انه مش معانا؟ تفتكري؟ طبعا اللي ماتوا ما راحوش، دول معانا وعارفين بنعمل ايه وبيفرحوا لفرحنا وبيزعلوا لزعلنا. عندك حق يا سعاد. طيب همي بقى فطرينا. اطمن الفطار جاهز. بقول لك يا ستي ايه، من هنا ورايا كل يوم جمعه نقضي في الارض نفطر ونتغدى. يا سلام، بس كده يا ستي انت تأمري. يلا بسم الله. اهو سالم جه اهو. ايه يا سعاد، انت هتشغليهم الجمعه كمان؟ السلام عليكم. اهلا يا سعاد. تعالى. ايه انت طالعين تتفسحوا زي اهل البندر؟ لا لا، وانت صادق، ام شوقي طالعه تعمل عليك تفتيش. تفتيش علي؟ لغايه ما الشجر يطرح. لعلمك بقى قدامك ولا خمس سنين يا ام شوقي لغاية ما الشجر اللي في العب التاني يطرح. وماله؟ واحنا ورانا حاجة؟ ما كل الفلاحين كده، تبدر وتستنى، فرجوا قريب إن شاء الله. والله عجايب يا صديق، لو كنت اتجوزت واحدة فلاحة كان زمانها لسه بتخبز. ماني خبزت من الفجرية. أمال فين الواد شاوي؟ شاوي نايم عند جدته وهيبة. الواد ده عمره ما هيبقى فلاح أبدا. إنما عمران هيمشي بسكة أبوه ويخش الازهر ويبقى شيخ قد الدنيا. بقول لك ايه، حواديت ام شوقي ما بتخلص، اقوم انا الزرع بقى. تقوم تروح فين يا سالم؟ اقعد اقعد كلهم معانا. والله لسه فطران وشارب الشاي ومزاجي عالي العال. مره تانية السلام عليكم. عليكم السلام. وعالف سلام. بقول لك ايه يا صديق، انا عايز اطلب منك طلب. تأمري يا سعاد. امي بقت وحدانيه وهو حمامه مش ناوي يتجوز، وانا هسيب امي لمرات اخويا. خالتي في عينيها يا سعاد. اصيل يا ابن خالتي. مالك؟ مالك يا سعاد؟ مالك في ايه؟ النغز رجع لي تاني. انت اكيد واخده برد في كلاميك. عيني. احنا ملناش وعاد هنا، قومي نرجع البيت. اشد. كرسي اتنفض عليه. الحين يا صديق. كلام خطير يا ابراهيم. بيجيبوا الاخبار دي منين؟ اكيد من مكتب المحافظ. ما هو كمان التبرع مش قليل، ده مليون دولار ونص. هي فكره قليله. شوقي ده خطير فعلا يا ابراهيم. فهلاوي بس شاطر. ده زي ما نكون انتخابات. الفرقة بستين قرش؟ معقولة؟ الولد ده فعلا جدي. سامعين بيقولوا ايه؟ بيقولوا اسم شوقي في الميكروفونات. ومالك فرحانة كده ليه؟ ده مجنون بيبيع فرق في الشارع. مجنون ايه يا طنط؟ ده انسان هايل. برافو شوقي، برافو بجد. فكرة هايلة عشان ما يحطهاش في التلاجات. ما يقدرش يستعملها. انت كنت عايز يحطها في التلاجات؟ يا ريت.
اعتقدت انه ممكن يغلط الغلطه دي، وكنت هروح بنفسي عشان اشوف اذا كان استعمل الثلاجات ولا لا. يعني ايه يا دادي؟ ده كان فاخر شوقي؟ يا ده انت خطير قوي يا ابراهيم. لو كان استعملها كنت هاخد حكم عليه وارمي الفراخ كلها في الشارع. بكره اللي جاي ولا زيه زي، رح يملى بيتنا ومع حياتنا.